اشتغلت على جسمها حجامه وابر صينيه وكده تمام. فجت الزياره اللي بعدها كده معرفش بقى بعدها بشهر شهر ونص بتقول لي على فكره شعري طلع اللي كان هنا الحته الفاضيه دي طلع بدا ينبت. طبعا ما كانش بلاطه خالص يعني بس كان خفيف خالص في فراغات. طيب هو انت اصلا عندك ايه سبب مشاكل الشعر الراس؟ حاجتين. الحاجه الاساسيه الكليه زي ما حضراتكم عارفين لان الكليه مسؤوله عن شعر الراس تمام. طيب الجلد شعر الجلد ده مسؤوليه مين؟ شعر الجلد مسؤوليه الرئه. الرئه صح. يعني لو لا قدر الله ربنا يعافينا ويعافيكم وحد عنده حزن شديد يحصل ان شعر جلده يقع او شعره يقع. شايفين مستلعبكم حاجه كده شفت لما حد بيتفض كده وبيخاف تلاقي شعره واقف شعر جسمه يقول لك ان شعري طقطق او شعري وقف. والاكتر كمان مع الحزن يعني مع الجلد تلاقي الشعر واقف. حتى كمان في الحيوانات بقى يا عم محمود لما عفوا يعني نشوف الحيوان شعره واقف يعرف انه تعبان صح؟ طب نرجع لنا احنا. يبقى انا عندي حاجتين بيأثروا معايا على شعر الراس. اول حاجه اسمعيني اول حاجه الكليه تمام. رقم اتنين الكبد. الكبد الكبد بيأثر على شعر الراس. اما شعر الجلد رئه خد بالك هناك فرق يعني شعر الجلد ده رئه تمام. اما شعر الراس يا كليه في الاساس او مين او كبد. ليه؟ لان في حاجه اسمها ارتفاع ينج الكبد. يعني انا لو عندي بصوا شفتوا لما حد يتعصب والكبد بتاعه يهيج كده احنا بنقول على حته الهيجات دي ارتفاع ينج تمام كده. طب ارتفاع ينج الكبد ديت يبقى المفروض ان انا اهدي الكبد تمام. فهمتيني؟ واعمل حجامه على الراس هي بتطلع الحراره اللي في الراس دي فيبدا الشعر ايه يطلع وين. يبقى انت عندك لو حد عنده تساقط شعر كتير دمويه طبعا مفيش حاجه الراس دمويه يعني بس لو طفل صغير نعمل حجامه دمويه ايوه عادي. فهمتيني؟ طيب ثانيه واحده بقى هو مش هروح الاول هشتغل على الكبد الاول وعلى الكليه لان هما الاساس لازم تشتغل عليهم مفيش شغل موضوعي. بس احنا البروتوكول بتاعنا في علاجنا ايه يا عم محمود؟ احنا اول حاجه احنا اتفقنا ان انا احط المريض بتاعي على حسب العناصر الخمسه هضعف اي اي متناسب دول العناصر الخمسه اللي هشتغل عليه. رقم اتنين هشتغل موضوعي على المشكله. رقم ثلاثة هشتغل على مسارات الطاقة. فهمتوني؟ يعني مثلا الغدة الدرقية هنا اللي بيعدي هنا مسار المعدة مثلا يبقى اروح اشتغل على مسار المعدة. مسار القولون معدي اشتغل عليه. فهمتوني؟ يبقى المشكلة ماشية على أي مسار طاقة. طبعا هتفهموه أكتر مع الإبرة الصينية لأنه بتبقى حافظ المسارات من أولها لأخرها. فهمتوني؟ طيب يبقى أنا عندي مشاكل الشعر هشتغل على الكلية وهشتغل على الكبد تمام في الأساس. طيب بما إن حضرتك قلت لي تقدم العمر هو تقدم العمر بيأثر على اي عضو من الاعضاء الخمسه مين؟ كليه. فكل الكليه دي عامله زي ايه بالنسبه لك؟ الكليه عامله زي شفتوا ايه؟ شفتوا البطاريه بتاعت العربيه لكل مدى او بطاريه التليفون لكل مدى بتستهلك تضعف مستهلك بتشحنها انت بالاكل الكويس اللي هو الطحال بياكل اكل كويس وتنفس كويس لكن برضه مع الزمن بتقل فهي اللي بتأثر معايا على الشعر. طب لما اروح اشحن الكليه بالموكسا واشحنها بالاكل الكويس والكذا بتعمل حجامه الجافه عليها والموكسا على الظهر وعلى السره تشتغل على نقاط الكليه انت كده هتقعد تشحنها اصلا تمام. فهمتوني؟ طيب بالنسبه بقى اللي احنا تطرقنا لهذا الموضوع طب ايه رايكم ان هي ان انت لو حد جالك يعاني وانت بيقول لك ايه انا عايز ايه يعني انت مثلا او عايز تعمل اعلان لنفسك تقول ايه كن شبابا دائما يعني خليك شاب على طول. تفتكروا نشتغل على اي عضو من الاعضاء؟ اهم عضو كليه. الكليه اهم عضو بالنسبه لي اللي بيخليه يحصل عندي تساقط شعر اللي بيخليني شعري الابيض يحصل بسرعه اللي بيخليني ضعف جنسي بيأثر معايا على الست وخصوبتها والكلام ده كله كليه. يبقى اروح اشتغل على الكليه. فهمتوني؟ طب اشتغل على الكليه ازاي؟ انتوا جاوبوا بقى يلا اشتغل على الكليه ازاي؟ ولا تشتغل ازاي؟ ها المسارات الاول كده ما بعملش عليها دمويه بس هي فين شفطه في المنطقه ايوه عند الفقره رقم كام ايوه بحط قله ايوه بعملها على الاول من ذات العظم الفوق وبعدين بحط عليها بعملها شفط بس بدون بس خدي بالك احنا لو حطينا ايدنا على العظمه دي كده انا داخله كده
مباشر على ايه؟ على مسار القولون، على القولون. أيوة. لازم اطلع بعدها، يعني انا حطيت ايدي على الوسط هطلع عند الثلاثة واطلع عند الاثنين، لان هي قصاد ال2 او الفقره القطريه رقم 2. أيوة. او لو انا مش عارفه انا هشوف ايه الكوع بتاعي او بتاع المريض وصل لفين، بسم الله عفوا، او دخلت الجسم اكتر فين، يعني الجسم. بصي مش الست مثلا بيبقى جسمها عامل كده، أيوة. الجزء اللي داخل ده قوي هتلاقيه كده قصاد الكيل، فهمتيني؟ ده يبقى دي كل... يبقى انت شاطره. بقى قالت لي ايه، انا عايزه اشتغل على الشبكه الخلفيه، تمام. عايزه اشتغل ايه تاني؟ ها، في نقطه على عمود الفقر اسمها ايه؟ بوابه مر الحياه. بوابه مر الحياه، شاطره. ها، عندي ايه؟ احنا موكس على عمود الفقر نفسه، صح كده؟ تمام. رائع جدا. اي حد عنده تساقط في الشعر، اي حد عنده مشاكل في العظام، اي تاخر انجاب، اي حاجه تبع الكلى، مشاكل الاسنان، اي حاجه بتشحن الكليه، لان الكليه دي بتتخزن في المكان، طاقه الكليه بتتخزن في المكان ده، فهمتوني؟ السره كمان امامي على السره كمان، من امامي جدا حلو على السره، لان المكس على السره رائع جدا للكليه، تمام. ها، ايه تاني؟ ها، قولي انت بقى بتاع الكليه. كليه 8، بحر الكليه. كليه 8 يا عم مفترض. هو ايه اللي جي؟ الكاب الثمانية. لا، الكاب الثمانية. هو عند الركبة. أيوة. هو اسماء ايه؟ كلية 10. كلية 10. نزع كلية 10. وممكن نشغل الكلية 3. ايوة، الكلية 3 دي سلام عليكم. اه. كتبتها سلام عليكم. تشحن اكتر كلية. الكلية هي جسر الجسم كله. يبقى الكلية 3. ها. كلية 7. قلنا الكلية ممكن الكلية 1 نشغل. اللي تحت العين شقرية. ايوة. كلية 1 شاطر. بالمكسة. بالمكسة رائعة جدا.